أهلا بكم. على وقع تصاعد المواجهات في أكثر من جبهة تتوالى الدعوات لتحقيق السلام في اليمن. في هذه الحلقة من فضاء حر نعيد فتح الموضوع لإيجاد نقاش أوسع حول إمكانية تحقيق السلام في ظل الوضع القائم. يقول البعض إن الوضع الآن صار مناسباً لجمع الأطراف اليمنية لتحقيق اتفاق سلام شامل نظراً لمتغيرات عدة بينها تصاعد المأساة الإنسانية وضغط المجتمع الدولي، بالإضافة إلى أن الظروف الإقليمية صارت الآن تدفع باتجاه إنهاء الحرب كما يقول هؤلاء. على الطرف الآخر يرى البعض أن السلام مع ميليشيا الحوثي غير ممكن، وأن المجتمع الدولي لا يرى الأزمة اليمنية إلا من منظوره الخاص الذي يغفل حقيقة الأزمة ويسعى لفرض حل لا يتناسب مع الحالة اليمنية. بين هذه وتلك تبقى عدد من الحقائق، أهمها أن المواجهات التي تصاعدت خلال الأيام الماضية لا تهدف لحسم الملف اليمني عسكريا، بل إنها كما تقول تصريحات المسؤولين اليمنيين ومسؤولي دول التحالف تأتي لدفع ميليشيا الحوثي إلى طاولة المشاورات مرة أخرى. ومن جهة أخرى تبدو حقيقة مقابلة تؤكد عدم قابلية ميليشيا الحوثي للدخول في سلام بالنظر إلى طبيعة الحركة وهدفها النهائي الذي يظهر أنها تخوض معركة صفرية لا تقبل إلا الاستحواذ على كل السلطة وعدم تقديم أي تنازلات. إلى أين تمضي الأزمة اليمنية في ظل تصاعد المواجهات ودعوات السلام؟ وهل فعلا تبدو جماعة الحوثي مستعدة للسلام؟ وما هي خيارات الأطراف والمجتمع الدولي للتعامل مع الحالة اليمنية؟ هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها مع المستشار في وزارة الإعلام مختار رحبي من عمان، ومن باريس سيكون معنا الكاتب محمد النعماني. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد نعماني بالسؤال المشترك: ما مدى اقتراب حل الأزمة اليمنية في هذه اللحظة؟ شكرا أولا على قناة بلقيس على هذه الاستضافة، وأيضا أرحب بضيوفك الأعزاء وفيك الأخ مختار الرحبي وفيكم أنتم في قناة بلقيس. الحقيقة ربما وجدنا اليوم في باريس في البرلمان الفرنسي يعني أصوات تتعالى تطالب بإنهاء الحرب والعدوان في اليمن، على اعتبار أن المأساة الذي خلفتها الحرب وخلفتها العدوان في اليمن نتجت عنه يعني آلام كثيرة ومعاناة كثيرة، وربما المتتبع اليوم للشان اليمني سيشعر بحجم الكارثة الموجودة في اليمن، وهذا الذي دفع العديد من النواب سواء كانوا في البرلمان الأوروبي أو البرلمان الإيطالي أو الفرنسي أو البريطاني للمطالبة بإيقاف الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين، وهي ربما جاءت في ظل الضغوطات أيضا الأمريكية التي طالبت بإنهاء هذه المعاناة خلال 30 يوم، أعتقد قد مرت 10 أيام حتى اليوم ولا زالت المعاناة مستمرة في اليمن، لا زالت الطيران تقصف وتقتل الأبرياء من أبناء شعبنا اليمني، ولا تستهدف الحوثيين، هي تستهدف أبناء الشعب اليمني، وليس كل ما هو موجود في اليمن حوثي، وليس كل من يجوع في اليمن حوثي. اليوم من يجوع ومن يتألم في اليمن هما أبناء شعبنا، ومن يعاني من المجاعة هما أطفال اليمن ونساء اليمن. طيب، بالتالي علينا كلنا أن نتكاثف من أجل إنهاء هذه المعاناة. يجب أن نتكاثف لإنهاء هذه المعاناة. أنتقل بسؤال مشترك إليك أستاذ مختار: ما مدى قرب الأزمة اليمنية من الحل بوجهة نظرك؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك الكريم. الحديث عن السلام هو حديث طويل وحديث أعتقد أنه التنظير فيه يطول حول موضوع السلام والوصول إلى حل سلمي في اليمن، لكن إذا وجدنا
الخارطة في الواقع نجد أن هناك إشكالية كبيرة للوصول إلى الحل السياسي. يعني نحن في اليمن مشكلتنا ليست مشكلة سياسية، ليست مشكلة على تقاسم للسلطة أو على الحكومة أو بين الأطراف السياسية. علينا أن نوصف توصيفا حقيقيا ما هي الأزمة في اليمن. الأزمة في اليمن أن هناك ميليشيات مسلحة قامت بالسطو على الدولة وسيطرت على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وقامت بإقصاء الأحزاب وأنهت الحياة السياسية وأنهت الحياة الإعلامية والاقتصادية ودمرت كل شيء في البلد. بالتالي مشكلتنا الأساسية هي في الانقلاب. بالتالي إذا ما أردنا أن نصل إلى حلول أو إلى نقاط مشتركة على الطرف الذي انقلب على الدولة أن يقدم تنازلات وأن يسلم المدن وأن يسلم مؤسسات الدولة وأن يكون هناك نية حقيقية للدخول إلى سلام ينهي اليمن وينهي ما يعانيه أبناء الشعب اليمني. أنا وأنت وكل اليمنيين نتمنى اليوم أن تنتهي الحرب، نتمنى اليوم أن تنتهي آلام اليمنيين وأوجاع اليمنيين التي رأيناها على مدى 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف. بالتالي لكن الوصول إلى هذا الحل السياسي أنا أعتقد أنه ما زال طويل، في ظل أن الميليشيات الإنقلابية حتى هذه اللحظة ترفض الانسحاب من المدن، ترفض تسليم الأسلحة، ترفض التعامل بإيجابية مع كل الدعوات السلام التي انطلقت بعد الإنقلاب مباشرة. أنا كنت في جنيف 1 وجنيف 2 وكويت 1 وكويت 2، وكل هذه الجولات من المشاورات لم تكن حقيقية. كنا نصل مع الميليشيات الإنقلابية إلى مناقشة الوضع الأمني داخل المدن والمحافظات وإلى موضوع تسليم الأسلحة وإلى انسحابهم، ويفرون من هذه المناقشة، يريدون فقط أن نشكل حكومة معهم، يريدون فقط رئيس توافق جديد، يريدون اللعب على هذه القضايا التي هي أنا أعتقد من وجهة نظري أنها بالإمكان أن نصل إليها، ولكن بعد أن يتم حل الإشكالية الأمنية، حل مشكلة الإنقلابيين الذين سطوا على مؤسسات الدولة. بعد ذلك يمكن أن يجتمع الأحزاب، تجتمع الأطراف السياسية، وأن يتم انتخابات جديدة رئاسية وبرلمانية وغيرها. لكن اليوم حينما نتحدث عن هذه عن حكومة جديدة وعن رئيس جديد توافق كما يقولون هم، وهم ما يزالون يمتلكون القوة. من انقلب بالأمس سوف ينقلب بالغد طالما أنه يمتلك السلاح ويمتلك الميليشيات التي هي خارج إطار الدولة. بالتالي علينا أن نوصف الحالة الحقيقية لما يحصل في اليمن، بعد ذلك يمكن أن ننطلق إلى سلام، ويمكن أن ننطلق نحو إحلال الأمن والسلام. طيب. الذي نحن جميعا ننشده، وفخامة رئيس الجمهورية تحدث أكثر من مرة أننا نمد أيدينا للسلام ونبحث عن السلام وننشد السلام، ولكن على الطرف الآخر أيضا أن يقدم تنازلات في هذا الجانب. طيب أعود إلى الأستاذ النعماني. أستاذ النعماني، من خلال التحركات الأخيرة هل يبدو المجتمع الدولي جادا في فرض تسوية سياسية في الوصول إلى السلام، أم أنه فقط يسعى إلى بالمختصر ابتزاز دول التحالف العربي فقط لا غير؟ أنا باعتقادي أنه الحال أن الوصول للسلام هو بيد اليمنيين. أولا مثل خطاب الأخ مختار الرحبي، لا يحقق السلام في اليمن، يجب علينا أولا أن نلقي ثقافة التخوين وثقافة الكراهية والابتعاد عن هذه اللغة الركيكة الضعيفة. لأنه طيب دعني الآن في المجتمع الدولي أستاذ النعماني. أيوة. دعني في المجتمع الدولي، سنعود إلى الأطراف اليمنية ومواقف الأطراف اليمنية. دعني الآن في المجتمع الدولي لأن هذا المدخل الذي أريد الدخول فيه إلى الحلقة. المجتمع الدولي من خلال يعني نشاطنا سواء في البرلمان أو حضورنا مشاركتنا، هناك توجد نية في بالذات في البرلمان الأوروبي لإحلال السلام في اليمن، للضغط لتحقيق السلام. تمثل يوم أمس في البرلمان الفرنسي تفاعل الكثير من المنظمات اللي كان المتتبع للحديث للمؤتمر الصحفي. هناك اليوم مساعي تبذل من داخل البرلمانات الأوروبية بالضبط من أجل تحقيق السلام في اليمن. بالتالي علينا نحن اليمنيين بمختلف قوانا السياسية أن نذهب إلى تحقيق السلام في اليمن، على اعتبار أن الحل يكمل في اليمن بتكافؤ اليمنيين والجلوس على طاولة. طيب لكن يعني من ناحية الأطراف الدولية، ألا تلاحظ أن مسألة الحديث على وقف الحرب هي مسألة موسمية فقط؟ عندما
يعني تكون هناك خطأ كبير من قبل التحالف العربي مثلا في الغارات، يتم الحديث عن وقف الحرب، لكن في أوقات لاحقة لا تكون هناك تركيز وضغط كبير في سياق وقف الحرب في اليمن. في مقابل هناك الحديث على أن هناك يعني دفع من قبل هذه الدول للضغط لزيادة الاستفادة المالية لحكوماتها ولشركاتها التي تبيع السلاح لدول التحالف. أنا أتفق معك. أنا أتحدث هنا أن الحكومات هي ربما تضغط من أجل زيادة يعني مبيعات الأسلحة واستثمارها، لكن اليوم نحن نتحدث عن التحرك الذي يجري في أوساط البرلمانيين، في أوساط البرلمانات اللي سواء البريطانية أو الألمانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو السويدية. اليوم هناك تحرك شعبي جماهيري، هناك مؤسسات مجتمع مدني تضغط من أجل إنهاء المعاناة في اليمن. ربما هناك فجوة في العلاقة ما بين البرلمانيين ما بين والحكومات اللي موجودة في الغرب. ربما الحكومات في الغرب تبتز دول التحالف من أجل يعني الحصول على مزيد من الاستثمارات، وربما البعض حتى من البعض من البرلمانيين يضغط اليوم من أجل تموين حملته الانتخابية القادمة الذي ستجرى خلال شهر ربما مارس القادم يعني. وبالتالي ما يهمنا اليوم أن هناك تحرك يعني داخل البرلمان الأوروبي، داخل البرلمانات الأوروبية من أجل الضغط على الأطراف المالية في اليمن، على دول التحالف الأدوار على اليمن لإيقاف هذا الإدمان وإنهاء معاناة شعبنا في اليمن. طيب إذن هناك هذا الضغط الموجود من قبل البرلمانات كما تقول. أسألك أستاذ مختار، هذه التحركات البرلمانية يعني التشريعية، المجتمع الإنساني، المجتمع الحقوقي في الغرب يتحرك، المدني أتحدث، هل تتوافق رؤية المجتمع الدولي مع رؤية الحكومة اليمنية للسلام في اليمن؟ أخي العزيز، بالنسبة للحكومة اليمنية ليست لديها مشكلة في الوصول إلى حل سياسي، بل هي ذهبت أكثر من مرة إلى أكثر من مشاورات ودعت أيضا إلى الوصول إلى حل سياسي وسلمي. لكن المشكلة الحقيقية، علينا أن نناقش المشكلة الحقيقية، من الذي يرفض السلام في اليمن؟ الحكومة أعلنت أكثر من مرة أنها مستعدة للذهاب في أي وقت في أي زمن في أي مكان للوصول إلى حل سياسي وسلمي، بل أنها يعني هي تتوافق مع المجتمع الدولي في المشاورة الأخيرة. هي تتوافق من حيث المبدأ أننا نريد أن نذهب إلى مشاورات وأن ننهي الحرب في اليمن، هذا من حيث المبدأ جميعا نتفق حوله، ولكن نختلف في بعض في الجزئيات في الدعوات إلى إنهاء الحرب في اليمن، لأن لدينا قرارات دولية، لدينا يعني ثوابت لا يمكن أن نتجاوزها من بأي حوار قادم. يعني ممكن أن نتناقش، ممكن أن نضع جميع القضايا، ولكن علينا أن نضع في الحسبان، وهذا رأي الحكومة وموقف الحكومة، أن لا يخرج أي حوار عن القرارات الدولية 22/16، أن أيضا أن لا يخرج عن مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وما تبقى منها، وهي التي تحكمنا حتى هذه اللحظة، المبادرة الخليجية التي تم بموجبها تسليم الحكم من علي عبد الله صالح إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. بالتالي نقول أن هناك ثوابت لا يمكن أن نتجاوزها، هذه الثوابت متوافق عليها وهي قرارات دولية موافق عليها من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وصدرت بها قرارات دولية. بالتالي لا يمكن الوصول اليوم أو الحديث عن مشاورات تتجاوز هذه المرجعية المتفق عليها دوليا وإقليميا وعربيا. طيب بالعودة إليك أستاذ النعماني، الآن هناك أحاديث كشفت صحف على توجه يعني يتعاظم في الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، هل ترى أن هذا التوجه يخدم مساعي السلام؟ أنا على العكس، من خلال متابعتي أنا الآن، هذا التوجه لا يوجد داخل الولايات المتحدة. ربما البعض هنا في بريطانيا وفي فرنسا حاول أن يروج من أجل تحقيق ذلك لكنهم فشلوا. أنا باعتقادي ليس من صالح اليمنيين اليوم أن يروج أو لقضية إيصاف أي مجموعة أي كيان في اليمن
لجماعات إرهابية عدا الجماعات التي تتحالف في منطقة الساحل الغربي اللي هي جماعة الوياء العمالقة وجماعة العايدين من أفغانستان. لأن هذا الحديث ليس من يعني هذا الحديث هو من قبل، وأنت تتحدث الآن عن جهات في ما يعرف بالجيش الوطني، لكن الحديث عن توجيه لتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية هو من قبل صحيفة الواشنطن بوست وليس يمنيين فقط. صحيفة فرنسية صنفت هذا الجيش بمعروف أن في فرنسا يصنف قوات الحزام الأمني بأنها قوات من العايدين من جبهات القتال في سوريا والعراق إلى اليمن. اليوم أنا قلت منذ البداية علينا أن نتكاثف نحن اليمنيين من تحقيق السلام. يا سيدي الرئيس الغير شرعي عبد ربه منصور، هذه لا يستطيع أن يعود إلى مدينة عدن. والأخ مختار يتكلم لي عن المرجعية الخليجية وآلية يا أخي، هذه الآلية انتهت بقيام الإمارات والسعودية بشأن العدوان على اليمن. اليوم ليس من صالح اليمنيين يعني استمرار هذا العدوان وتدمير البنية التحتية وتدمير كل شيء. على اليمنيين أن يجلسوا إلى طاولة حوار وحل مشاكلهم بأنفسهم بتعاون المجتمع الدولي والبرلمانات الأوروبية. علينا أن نتحرك، علينا أن نكون رسل سلام من أجل اليمن. إذا ظلنا نتخاطب بهذه اللغة صدقنا لن يتحقق السلام. أنا كنت أتمنى أن يكون السفير الفرنسي على اعتبار من الحكومة اليمنية زي ما سأل الأخ وكيل وزارة السلام مختار الرحبي، كنت أتمنى أن نشاهد السفير اليمني يعني موجود داخل جلسات البرلمان ويتحدث ويطرح وجهة نظر الحكومة بما يتعلق بعملية السلام وأفكار السلام. لكن طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى سيد مختار الرحبي. أستاذ مختار، هل ترى أن الحكومة اليمنية تقوم بما عليها؟ يعني هناك انتقادات كبيرة جدا في مسألة تعاطي الحكومة اليمنية مع تسويق الأزمة اليمنية في البرلمانات، في لدى المجتمع المدني الغربي بشكل عام. لماذا لا تتواجد الحكومة هناك وتنقل، إذا ما كانت تنقل صوت الشارع، تنقل صوت الشارع لهؤلاء؟ نعم، حتى وإن كان هناك قصور في هذا الملف يعني، ولكن الحكومة ومن خلال السفارات ومن خلال أيضا عمل الحكومة والخارجية تقوم بدور كبير جدا في هذا الجانب، من خلال اللقاء بالبرلمانات، من خلال اللقاء مع السفراء، من خلال اللقاء مع الجهات في سواء في أوروبا أو أمريكا، تقوم بجهود كبيرة. ومعالي وزير الخارجية يعني لا يمضي أسبوع إلا وهو يلتقي بسفراء وقيادات ومسؤولين ودبلوماسيين سواء أجانب أو أوروبيين أو أمريكان. بالتالي قضية اليمن أنا أعتقد للمهتمين فيها هي قضية عادلة وقضية الجميع للمهتمين. المهتم في الملف اليمني يعرف تفاصيل هذا الملف وأساس المشكلة في اليمن، لكن هناك لوبيهات وهناك بعض سواء المنظمات أو بعض أعضاء في البرلمانات الأوروبية لما يتوفر في أوروبا من هامش كبير من الديمقراطية والحرية، يتم افتعال بعض القضايا وبعض الإشكاليات للدخول من خلالها للنيل سواء من الحكومة أو من التحالف. طيب هل أفهم منك أستاذ مختار أن الحكومة وكذلك التحالف بالعلاقة الموجودة بينهما التي من المفترض أن تكون تشاركية لم يستطيعوا إيجاد ما تقول عنه لوبيات في هذه المناطق في الغرب أتحدث؟ لا بالعكس، هناك عمل دبلوماسي كبير سواء من قبل الخارجية اليمنية والحكومة اليمنية أو من قبل دول التحالف العربي التي لها ثقل كبير جدا على المستوى العربي والإقليمي وكذلك الدولي، وهي تقوم بلقاءات متعددة سواء من خلال سفراء دول التحالف العربي في اليمن أو سفرائها في هذه المناطق، ويقومون بلقاءات دورية ويقومون بندوات ويقومون بورش عمل ويقومون بالتعريف بالقضية اليمنية التي هي قضية عادلة وهي قضية يعني الجميع يعرف ما الذي حصل في اليمن منذ 2014 وحتى هذه اللحظة، من انقلاب، من تشريد، من قتل، من تدمير، من تفجير، من مصادرة للحقوق والحريات داخل اليمن، ومن انتهاكات قامت بها جماعة
الحوثي، هذا لا يمكن أحد ينكره ما قامت به ميليشيات الحوثي حتى هذه اللحظة، حتى أنها لم أو رفضت منذ جنيف واحد وهي أو جنيف اثنين عفوا، حينما كان المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن أنه سيذهب بنفسه وسيلتقي بالأسرى والمختطفين لدى الميليشيات الحوثية، وسوف يطلق سراح 15 صحفي فقط حتى هذه اللحظة للسنة الرابعة، لم يتم إطلاق سراح صحفيين، لا ذنب لهم، لم يرتكبوا جريمة، لم يكونوا حتى في معركة، إنما كانوا سلاحهم القلم ويقومون بعملهم الإعلامي، تم إلقاء القبض عليهم وأخذهم من منازلهم ومن الأماكن التي كانوا يتواجدون فيها، وحتى هذه اللحظة يرفضون إطلاق سراح صحفيين لا ذنب لهم. بالتالي إذا كانوا يرفضون إطلاق سراح الصحفيين، كيف سيسلموا الدولة؟ كيف سيسلموا أسلحة الدولة؟ كيف سيأتوا إلى حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي وسلمي وإنهاء للحرب في اليمن؟ طيب هناك، وأنتقل بهذه النقطة إلى الأستاذ النعماني. أستاذ النعماني، هناك من يطرح أن الحكومة بالفعل توجهت إلى آخر مرة كانت جنيف وتواجدت هناك لإعطاء السلام فرصة في والمشاورات السلام فرصة، لكن الحوثيين لم يتواجدوا. أيضا كان هناك انتقاد كبير في فترة إسماعيل ولد الشيخ للحوثيين في ذات السياق أنهم غير جادين في مسألة الوصول والسلام، الوصول للسلام. لماذا يقومون بذلك؟ يا سيدي، أنا أقول لك حكومة ما تسمى بالشرعية فشلت في إقناع المجتمع العالمي بشرعيتها أولا وبقضيتها، على اعتبار أن هذه الحكومة حتى اليوم أسقطت للعديد من هؤلاء البرلمانيين، للعديد من الحكومة، إنها لا تمتلك قرار السيادي. إذا كانت هذه الحكومة لا تستطيع أن تضمن وصول طيارة الرئيس يسمى بالشرعية إلى مطار عدن، فكيف يمكن لهذه الدولة أن تتحدث عن عذارة هذه القضية داخل؟ لكن الحكومة تواجدت في جنيف. أستاذ محمد، أنا سألتك عن تواجد في جنيف. الحكومة في جنيف طرح الأطراف الآخر أنهم طالبين بتوفير الحماية الأمنية. أنت عارف أنه هناك عدوان وهناك احتلال في الجنوب، وبالتالي من حق الأطراف الأخرى أن تحصل على ضمانات أمنية، لأن هذه الحكومة تتحرك أصلا هي من داخل فنادق الرياض ومن داخل الأردن والقاهرة، والطرف الآخر يتواجد داخل الأرض، وبالتالي كان على الحكومة أن تعمل على تسهيل انتقال هؤلاء جماعة يعني الحوثيين أو اللجان الشعبية أو الجيش اليمني للمشاركة في محادثات جنيف. يعني كان بإمكان هذه الحكومة أن تعمل على مساعدة اليمنيين للوصول إلى يعني مشاورة، إلى جلسة مشاورات سلام في اليمن. وبالتالي اليوم الناس ستذهب إلى محكمة الجنايات الدولية، اليوم نحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بكل القضايا الذي تدعي فيها الأطراف المهنية، سواء ادعاءات حكومة ما تسمى الشرعية أو الحكومة الإنقاذ الوطني. وبالتالي دعنا نشكل هذه، نطلب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، من ثم دعي المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية تحقق في تلك القضايا ويقدم المجرمين إلى المحاكمة. طيب أنتقل هنا إلى الأستاذ مختار. أستاذ مختار، الحكومة تصر على أن ضرورة تنفيذ جماعة الحوثي للقرارات الأممية وكذلك لتراجعها عن ما قامت به من إجراءات قبل أو بعد انقلابها في 2014، لكن السؤال ما الذي قد يضطر الحوثيين لذلك في حين أن الحكومة لا يوجد لها ظهر قوي في الأرض؟ يعني ليس هناك تواجد فعلي قوي للحكومة على الأرض تستطيع في إجبار الحوثيين على القيام بهذه الإجراءات والتراجع عن الانقلاب. أولا بالنسبة للتشكيك في الحكومة، الحكومة كما يقول الأخ محمد، الحكومة هي معترف بها دوليا والعالم أجمع يتعامل مع الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، ولم يعترف أحد حتى حلفاء الحوثيين لم يعترف بما يسمى بحكومة صنعاء أو بحكومة الإنقاذ. هذا لإيضاح الصورة للمشاهد الكريم. بالنسبة للحكومة، الحكومة متواجدة في اليمن وهناك مناطق شاسعة محررة، وحتى وإن كانت هناك إشكاليات ما بين الحكومة وبعض أطراف
التحالف في المناطق الجنوبية أو بعض المناطق الأخرى، هذا يتم حله في إطار التحالف مع الحكومة الشرعية، ولا يمكن أن يستغل هذا هذه الإشكالية أو ما يحدث من قبل الميليشيات الحوثية. هناك إشكالية حقيقية يمكن الحديث عنها في سياق آخر، ولكن الحكومة متواجدة في مأرب، متواجدة في حضرموت، في المهرة، متواجدة في عدن، متواجدة في هذه المناطق، واليوم رئيس الحكومة وأعضاء كثير من أعضاء الحكومة متواجدين في مدينة عدن، محافظ البنك المركزي متواجد في عدن، اللجنة الاقتصادية متواجدة في عدن، رئيس الحكومة سيظل الفترة القادمة بالمجمل في مدينة عدن ويدير الملفات الاقتصادية ويدير الملفات من مدينة عدن، نائب رئيس الجمهورية في مدينة مأرب، بالتالي عن أي عدم تواجد يعني للحكومة، الحكومة تتواجد، وإن كان هناك قصور فهو لسبب أو لآخر يمكن حله ويمكن تلافي هذا الملف، وهناك جيش وطني. وما يتحدث به الأخ محمد عن أن هناك قاعدة وغير قاعدة، هذه اتهامات يعني سمعناها من ميليشيا الحوثي منذ كانوا في دماج، حينما قالوا أن السلفيين هم دواعش وتكفيريين، وذهبوا إلى عمران وقالوا قاعدة وتكفيريين، نزلوا إلى تعز قاعدة وتكفيريين، ذهبوا إلى عدن، ذهبوا إلى كل المناطق. بالتالي هذه أنا أعتقد أنها أسطوانة مشروخة يتم الحديث عنها ويتم تكرارها ويتم تسويقها للمجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي يستهوي الحديث عن الإرهاب وعن الجماعات المتطرفة. كلنا ضد التطرف، وكلنا ضد الجماعات الإرهابية، وكلنا أيضا ضد من انقلب وينقلب على الدولة ويحاول أن يفرض أفكاره المستوردة ويفرض أفكاره بقوة السلاح التي رأيناها في مدينة إب، في مدينة تعز، في بعض المناطق والمحافظات في صنعاء، و إرغام الأهالي في هذه المناطق للاحتفال بأعيادهم واحتفالاتهم الدينية التي لم يكن يعرفها الشعب اليمني. بالتالي من يريد أن يفرض أفكاره بقوة السلاح وبقوة ما يمتلك من ميليشيات، أنا أعتقد أن الشعب اليمني سيسقطه، كما أن اليوم القوات الشرعية وقوات الجيش الوطني على أبواب الحديدة، بل ودخلت الحديدة بإذن الله، أن هذا الجيش الوطني الذي يعتبر صمام أمان للشعب اليمني وللجمهورية اليمنية سيذهب من الحديدة سيذهب إن شاء الله إلى صنعاء، واللقاء بإذن الله إلى صنعاء حينما نسترد الدولة ويعم الأمن والاستقرار في كافة المناطق والمحافظات. أسألك أستاذ النعماني، يرى الكثيرين أن الوصفة الوحيدة لتحقيق السلام في اليمن هو في تراجع ميليشيات الحوثي على الانقلاب والرضوخ للقرارات الدولية بشكل واضح، هل ميليشيا الحوثي مستعدة لذلك؟ يا أخي، أمس الأخ عبد الملك العقري في مجلس داخل البرلمان الأوروبي أبدأ استعداد الحكومة الإنقاذ وجماعة الأنصار الله على الذهاب إلى أي مشاورات سلام. اليوم قرار 2000 الأمم المتحدة، يعني ربما اليوم نحن بحاجة إلى قرار آخر لإعادة إعمار اليمن وإحلال السلام في اليمن. يعني اليوم نحن بحاجة إلى قرار شجاع، إلى قرار الشجعان، إلى قرار إحلال السلام في اليمن. ليس من صالحنا استمرار هذا الوضع الكارثي في اليمن، علينا أن نذهب ونضغط من أجل تحقيق السلام في اليمن. لكن هذا الحديث عن قرار جديد والحديث عن يعني تطبيع الوضع كما هو عليه الآن، ألا يخل بمسألة العدالة لمن قام انقلاب ميليشيات الحوثي باستهدافهم؟ أنا أقول لك أنه هناك وفق قرار لجنة تقصي الحقائق، سيكون هناك قرار في مجلس الأمن الدولي، وهناك متغيرات قادمة، وعلى حكومة من سمي نفسها بالشرعية أن تمتلك قرارها السيادي وتذهب لأجل تحقيق السلام في اليمن. السلام هو خيارنا من أجل إنهاء معاناة اليمن وإعادة الإعمار، وبجلوس اليمنيين على طاولة الحوار يمكن أن يتحقق كل شيء. طيب لماذا يعني إذا كان حسن النوايا هذا متواجدا أستاذ محمد لدى ميليشيات الحوثي، لماذا إذن ترفض هذه الجماعة إلى الآن البدء باستحقاقات تعزيز الثقة، القيام بإطلاق سراح المعتقلين، وعن القيام بإجراءات كثيرة تم الاتفاق والنص عليها في عام 2015 منذ أيام المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ؟ يا سيدي أنا أقول لك معلومة، نحن كنا ضمن لجنة مناقشة الملف الإنساني
وكنا وصلنا إلى قضية إطلاق عدد من المعتقلين والسياسيين ما فيهم وزير الدفاع الأخ الصديق العزيز محمود الصباحي، ولكن وجدنا أنه الأطراف اليمنية وصلت إلى اتفاقية فتح الملف الإنساني وتحقيق تبادل للأسرى، لكن وجدنا حقيقة أن من يعارض ذلك هي الإمارات العربية المتحدة والسعودية. هؤلاء ليسوا أسرى أستاذ محمد، هؤلاء مختطفون لدى ميليشيات الحوثي. نحن نتحدث عن مختطفين الآن، نحن نتحدث عن مختطفين، عن أسرى، عن أي أحد من هذه الأطراف. يجب أن نوصل إلى حل هذا السلام. اليوم يطرح ملف الحرب أكثر من يطرح ملف الإنساني، وبالتالي كانت يعني توجهات الأخ المبعوث الأممي أن يذهب اليمنيين إلى الملف الإنساني بتعزيز الثقة من خلال تبادل الأسرى وتبادل المخطوفين وإطلاق سراح كافة المعتقلين. أعتقد أن الرئيس المشاط أصدر قرار سياسي بإطلاق سراح كافة المعتقلين عدا الذين لديهم قضايا جنائية. علينا أن نذهب أن نضغط بهذا الاتجاه من أجل تحقيق السلام في اليمن وإطلاق سراح المعتقلين. أما أننا نجلس نتحدث عن الشرعية، عن قرار كذا، نحن اليمنيين قادرين أن نضغط على كل الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى سلام في اليمن. السلام هو الحل، أما الحرب فهو الكارثة وهو مزيد من القتل والدمار في اليمن. طيب بالانتقال إليك أستاذ مختار، هل وجود معركة في الحديدة، هل نزوح أكثر من 600 ألف إنسان يمني من الحديدة منذ يونيو الماضي كما تقول أرقام الأمم المتحدة، سيؤدي إلى ضغط على ميليشيات الحوثي للاستسلام؟ هل تنجع كل هذه الخطوات العسكرية التي لها كلفة كبيرة كما ترى في الضغط على ميليشيات الحوثي؟ بكل تأكيد أن الكلفة كبيرة، والكلفة التي يتحملها الشعب اليمني هي كلفة كبيرة وعظيمة جدا يقدمها الشعب اليمني. كل أبناء الشعب اليمني بلا استثناء كلهم يقدمون تضحية، وكلهم يدفعون ثمن هذا الانقلاب، سواء بانقطاع الرواتب أو بالمجاعة أو بالفقر أو بارتفاع الأسعار أو بانهيار العملة الاقتصادية. الجميع يدفع ثمن ما وصلنا إليه ويتحمل ما وصلنا إليه، يتحمل ما الوضع اللي وصلنا إليه طبعا الميليشيات الحوثية. ما يحدث اليوم في محافظة الحديدة هو بالفعل وضع إنساني صعب، وهناك نزوح وهناك تشرد وهناك قتلى وهناك جرحى، هذا لا يمكن أحد أن ينكره وأحد التغافل عنه. لكن أيضا الميليشيات الحوثية لا تعرف لغة غير لغة السلاح يا إخوة. بالنسبة لجماعة الحوثي جاءت وهي تحمل السلاح، لا يمكن لها أن تذهب بدون السلاح، ولا يمكن لها أن تترك السلاح بدون معركة فاصلة بيننا وبين هذه الميليشيات التي تعودنا عليها منذ 2004. يا سيدي العزيز، لم يسلموا كلاشينكوف واحد منذ 2004 وحتى اليوم، كيف نريد منهم أن يسلموا الحديدة؟ كيف نريد منهم أن يسلموا بقية المناطق والمحافظات؟ هذه الجماعة نحن كيمنيين نعرفها ونعرف طريقة تفكيرها ونعرف كيف تحكم هذه المناطق بالحديد والنار، ولكن نقول نحن نبحث عن السلام، وهذه حقيقة أننا كيمنيين نبحث عن السلام، نبحث عن الوصول إلى حل سياسي، نبحث عن إنهاء هذه الحرب التي قتلت ودمرت وشردت ويدفع الجميع ثمن هذا الحرب التي فرضت على الشعب اليمني بالكامل. ولكن أيضا نحن لا نريد سلام ناقص، لا نريد سلام اليوم نوقع اتفاقية سلام وتعود هذه الميليشيات بعد سنوات لخوض حروب ضد الشعب اليمني وتستقوي كما كانت في الحروب السابقة، في حروب صعدة السابقة حينما كانت تقاتل وتخرج من كل معركة وهي أقوى، بميليشيات أقوى بأسلحة أكثر من السابق. بالتالي نريد حلا نهائيا لهذه الأزمة ولهذه الإشكالية، وأيضا لا نريد أن تتجدد الحروب بعد 5 سنوات وبعد 10 سنوات قادمة. الشعب اليمني من حقه أن يعيش حياة كريمة. الطفل اليمني الذي اليوم يموت من شدة الجوع ومن شدة المجاعة ومن سوء التغذية، يعني من حقوقه أن يعيش كطفل مثل باقي أطفال العالم، سواء في العالم العربي أو في العالم بأجمع، أن يعيش حياة كريمة، حياة محترمة، يتم توفير الخدمات الأساسية، يتم توفير الغذاء له. وهذا ما نصب إليه وما ندعو إليه. نحن لسنا دعاة حرب، نحن دعاة سلام، ونبحث عن السلام ونمد أيدينا للسلام. والسلام من يصنعه هم الشجعان فقط، ومن يمتلكون حب الأوطان هم من يصنعون السلام.
أما الحديث والتنظير عن السلام ونحن قدمنا ولا قدموا، هذا أنا أعتقد أنه سيظل تنظير وسيظل الحديث عنه طويلا. أما من يريد بالفعل أن يخوض سلام عليه، أن يقدم تنازلات عليه، أن يبني ثقة، يا سيدي العزيز حتى هذه اللحظة لم يتم بناء الثقة. نتحدث عن 4 سنوات لم يتم بناء الثقة حتى هذه اللحظة. لم يطلقوا سراح الصحفيين ولا المختطفين ولا الأسرى، ولم يقوموا بوقف إطلاق النار، ولم يقوموا بوقف إطلاق الصواريخ. بالتالي نتحدث اليوم أننا بحاجة إلى لبنات وبحاجة إلى وضع النقاط على الحروف من أجل أن نصل إلى سلام وأن تنتهي الحرب وتنتهي المعاناة وتنتهي ملشنة الدولة وانتشار الميليشيات وانتشار حكم الغاب الذي انتشر بعد انقلاب 2014. طيب أنتقل إلى أستاذ النعماني. أستاذ النعماني، هل يمكن الإنكار أن مساحة حكم الحوثيين منذ انقلابها باتت تتقلص يوما بعد آخر؟ الآن الحكومة الشرعية بجيشها الوطني باتت بداخل، كما يقول الأستاذ المختار، بداخل الحديدة. هناك أيضا قوات للجيش الوطني في تتوغل في صعدة. لماذا لا تقوم جماعة الحوثي ب المبادرة للسلام لكي تكون الأفضل، كما يقال من يبادر إلى الحل سيكون الأفضل في هكذا وضع؟ لماذا لا تبادر وتترك السلاح؟ طيب ولماذا لا تقدم الحكومة ما يسمى بحكومة الشرعية هي التنازل، أن تبادر لتحقيق السلام في اليمن؟ الأخ وكيل وزارة الإعلام يطلب أن يبادر الحوثيين. أنت الآن تصنف هذه بأنها منظمة وأنهم ميليشيات وأنهم حاربوا في حرب سبع حروب. يا أخي اقرأ التاريخ كويس جدا. الحرب شنت على جماعة الحوثيين في صعدة. اليوم علينا أن نمتلك قرار الشجعان أن نذهب إلى السلام. الحكومة يجب أن هي اللي تسمي أنت بحكومة الشرعية، يجب أن تمتلك قرارها السياسي أنها أن تطالب بإنهاء معاناة اليمنيين، تطالب بإنهاء معاناة اليمنيين من خلال الدعوة لرفع الحصار فتح مطار سمعة والذهاب إلى تشجيع مبادرة المبعوث الأممي للأمم المتحدة المتعلقة بالسلام في اليمن. لا تغالط يا مختار، نحن نتعامل مع كثير من المؤسسات، نلتقي مع كثير، حتى المبعوث الدولي يعاني من ازدواجية الحكومة اليمنية بعدم قدرتها على الاستجابة للمطالب التي قدمت. اليوم لا تمتلك أنت ما تمثل حكومتك بقرارك السياسي الذي تستطيع من خلاله أن تذهب إلى أي مشاورات كانت تتحقق من خلال السلام في اليمن. أنت مرتبط اليوم بدول التحالف في غرفة عمليات مشتركة تتحدث عن التنظير، وأنتم لا تستطيع أن تحقق أي شيء. يعني هل أفهم منك أستاذ النعماني أن ميليشيات الحوثي لم تتواصل مع التحالف، مع دول التحالف، لم تقوم بتبادل أسرى أيضا مع وإطلاق سراح مساجين لديها إلى دول التحالف؟ إلى الحوار. نحن اليمنيين قادرين. أستاذ محمد، ألم تجلس ميليشيات الحوثي مع من تصفهم بتحالف وعدوان؟ أستاذ محمد، تعال نتكلم الموقف في الأرض. هذا المجتمع الدولي يقول اليوم تعال انت سجون سرية، حدث لي عن السجون السرية، اعتقالات، تصفيات ناس في الشوارع، قتل، اختطاف نساء، اغتصابات، تجي تقول لي أستاذ محمد هل تسمعني أم لا؟ ينبغي علينا أستاذ محمد أن نمتلك نحن قرارنا السياسي. يبدو أنك لا تسمعني بشكل واضح أستاذ محمد، لأن أسألك سؤال حول ألم تدخل ميليشيات الحوثي في مفاوضات وتتحدث بشكل مباشر مع الدول التحالف؟ طيب أنتقل إذن إليك أستاذ مختار. يعني في حال ما إذا قرر الآن المجتمع الدولي المضي قدما، وكذلك بالنظر إلى الضغوط الدولية الكبيرة على المملكة العربية على التحالف والمملكة العربية السعودية تحديدا، ومضى المجتمع الدولي نحو خيار السلام وفرض نوع من الفرض نحو هذا الحل، ما هي خيارات الحكومة تجاه ذلك؟ أنا لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيفرض السلام بالطريقة التي يريدها. يعني لا يمكن فرض شيء لا تقبله أو لا يقبله اليمنيين. ممكن أن نصل إلى يعني حل سياسي وسلمي في اليمن، ولكن هناك أيضا لا يمكن القفز على كل ما يحدث في الميدان، ولا يمكن أن يتم القفز على ما تم خلال السنوات الماضية من
جهود للمبعوث الدولي والمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يعني حقيقة من خلال ما 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 يتم طرحه وما يتم في اللقاءات مع الحكومة الشرعية هو متفهم لما يحدث في اليمن، ومتفهم أيضا أن وجود هذه الميليشيات بأسلحتها الثقيلة هي تشكل خطر سواء على اليمنيين وكذلك على الجيران في المملكة العربية السعودية وباقي الجيران في الجيران لليمن. بالتالي نقول لا يمكن فرض حل جاهز أو يعني قالب جاهز يتم وضعه على الحكومة وعلى الإنقلابيين وأن يتم التوقيع عليه. هناك إجراءات، هناك قرارات دولية يجب احترامها، هناك أيضا جهود يقوم بها المبعوث الدولي في اليمن لابد أن يتم وضعها في الحسبان. وأيضا هذه الأيام وما يحدث من ضغوطات من قبل المجتمع الدولي أنا أعتقد أنها هي محاولة للضغط على المملكة العربية السعودية وعلى التحالف العربي، وأيضا يتم استغلال بعض الإشكاليات التي تحدث أو التي حدثت وما تزال حتى هذه اللحظة بين الحكومة اليمنية وبين أطراف التحالف العربي، وحصلت هناك إشكاليات وقطيعة ويعني حصلت مشاكل متعددة خلال الفترة الماضية. بالتالي يتم استغلال هذه القضايا من أجل الضغط على التحالف العربي. أما نحن فنحن في شراكة مع التحالف العربي، وحتى وإن حصلت هناك إشكاليات وإن حصلت هناك اختلاف في وجهات النظر وحتى وإن حصلت هناك يعني بعض الإشكاليات لبعض الملفات خصوصا في المناطق الجنوبية، فهذا يتم أعتقد يتم حلها في إطار داخلي بين التحالف العربي وبين الحكومة الشرعية. وإن وصلوا إلى طريق مسدود فأعتقد أن الحكومة تمتلك قرارها للحديث عن أي إشكالية سواء مع المجتمع الدولي أو مع التحالف العربي. أنتقل بسؤال أخير إليك أستاذ محمد النعماني، ما هو المتوقع خلال الأيام القادمة؟ المبعوث الأممي مارتن جريفيث يقول إنه سيسعى إلى إيجاد مشاورات سلام قبل نهاية هذا العام. يا سيدي العزيز، السعودية بترتكب جرائم حرب في اليمن ومقترب يدافع عليها، الإمارات تحتل الجنوب، ومختار الرحبي وكيل الإعلام خايف على منصبه بيدافع عليها. يا أخي علينا أن نمتلك قرارنا ونذهب للسلام. أعتقد الأسبوع القادم سيبدأ الأخ المبعوث الأممي جولة جديدة من المشاورات مع الأطراف اليمنية، سيذهب إلى مسقط ومن ثم سيذهب إلى حكومة الشرعية في فنادق الرياض، ونتمنى أيضا نحن أن نشجع وندعم مبادرة السلام في اليمن. أما أننا نجلس نتحدث عن عملية تنظير فشيء مؤلم. أننا ندافع عن دولة تقتلنا وندافع على دولة تحتلنا، فهذا شيء مؤلم حقيقة، من العيب جدا أننا ندافع على من يقتلنا وعلى من يحتلنا. الجنوب محتل وهناك عدوان في اليمن، والحل هو بيد اليمنيين. اليمنيين قادرين لوحدهم أن يذهبوا إلى مفاوضات سلام، يعني مثل ما نجحوا في مؤتمر الحواد يستطيعوا أن ينجحوا مرة أخرى في إحلال السلام في اليمن وإعادة الإعمار. أستاذ مختار، سمعت ما قاله الضيف، كيف ترى أنت مستقبل الأيام القادمة؟ هل ستنجح مساعي جلب الأطراف اليمنية إلى مشاورات سلام؟ أولا نحن نمتلك الشجاعة، وحتى وإن كنا في الرياض أو في عمان أو في أي منطقة نمتلك الشجاعة لانتقاد أي ضربات خاطئة تقوم بها أو يقوم بها التحالف العربي، ونتحدث بها بكل صراحة، وننتقد أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي هي خاضعة للحكومة الشرعية، وأيضا ننتقد ما تقوم به الإمارات العربية المتحدة في المناطق الجنوبية، ونمتلك الشجاعة. ولكن للأسف الشديد الأطراف الأخرى لا تمتلك الشجاعة لتنتقد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من قتل وتنكيل واعتقال واختطافات في هذه المناطق. أما نحن فنمتلك شرعيتنا ونمتلك كلمتنا. بالنسبة لسؤالك أخي العزيز، أنا أعتقد أن المبعوث الدولي لن يتمكن يعني في أن يجمع الأطراف في خلال شهر نوفمبر، وأعتقد أن الإعلان الذي أعلنته الأمم المتحدة بأنها أجلت المشاورات إلى نهاية العام، أنا أعتقد أنها مع نهاية العام ستكون الخارطة العسكرية قد تغيرت. نستطيع نقول أن الميليشيات سوف تأتي إلى المشاورات
المشاورات، ونتمنى أن تجتمع الحكومة الشرعية مع الميليشيات وأن يتم إحلال السلام وإحلال الأمن، ونحن نبحث عن السلام ونحن رجال السلام، ونحن نتمنى أن يعم السلام والأمن والاستقرار إلى كل ربوع اليمن في كل المناطق، في الشمال في الشرق في الغرب في كل المناطق. نتمنى أن تنتهي الحرب وتنتهي الأوجاع وتنتهي الآلام التي نشعر بها والتي نشعر بما يشعر به أبناء الشعب اليمني من جوع، من إشكاليات داخلية تحدث في اليمن، من انهيار العملة، من وضع اقتصادي مزري. بالتالي نقول أننا بالفعل نتمنى أن نذهب إلى مشاورات وأن تنتهي الحرب وأن يعم الأمن والسلام في كل ربوع اليمن. مستشار في وزارة الإعلام الأستاذ مختار رحب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عمان، شكرا لك. وكذا شكرا للكاتب محمد النعماني كان معنا عبر الهاتف من باريس، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة من فضاء حر، شكرا مجددا لكم، تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم العمل الفني، إلى اللقاء.